الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي في العقيدة، إن درس كأن عاو حكوسة بسيسين يحي الدعوة مسؤولية من دعوة إسلامية يين دتك لقارسيو إسلام كي حقا لك يمي ومسؤولية قمة أما يالغا ربا مسؤولية داين إقادان ومسؤولية بلشدة مسلم كوردان لقربه كل على حسب قدرتي وطاقتي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما مسؤولية قف والباء مسلم لقربه يدلو إيقيوك قف والب حسب قدرتي أما التمرتيس إنت إلاكتي هي طاقة دي أود ألسي إنت إلاكتي هي أقونت هي قرشد وهيستا إنت إلاكتي با مسه ومسؤولية لقربه كوح قار وصفة قار له وإيقون بسكو أهبا يضد الضبان وحين لنا هاي ومسؤولية لقرب وقف كستا مسلمة ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام يضد الصحابة دي سيوردن على الأقل ما انتو غبضنا يدي تشوكته والله وضع حد لأيه ومد بادية كيمي يمد مقالة كيمي مد عالمة يمد دوان صو إسلامي مد وحبضان قرن يمدن ير قرن يبتشوغان أيوح نبي قول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية إيقا قارسية ضدك آياتنا هالنقطة ومفهوم واختيادا دنب قابيي وضدك إن بضان وكمدي كقابسي أما اللي سكوها الليي وين بضانو كمي دي سراهدين عيد كلا مسؤولية دي نصاران تاي ومسؤولية هدي داتكو حيل كيدا ودا قادي لها سيدي مسلمين تيهرو ودا قادين فضودان لحي ولذلك وحن ربا بعض النقاط أما قيبا يريرنا ندين سيو قوريو ومثلا أحد الدعاة عبد الوهاب الطريري موضوع قرار لهذا العمل للدين مسؤولية الجميع إن مقتطفات كغادن دونا وهو تلمام يكو إن إسلام كالله شقيه وقرين الانتماء إليه بليه ووحك حرا إن أتكت هايون يعني عقد ديرادو كلاو مبهنا حنبارست الدعوة لقاضي يا وحي كحران تهي إن الإسلام كمنتمي كتهي إن تكتر سنتهي إن قف مسلمة تهي وقرة وحي هيدبو لي عقيدة داس مد عقل جيدت كي هرى مسلمين تها سعاد أغطى الله مد أن شكي يا مرانتونا كجيرين كوة دا جنكا يا كوة دا إنسي قابا وحي هيد مسؤولية ودريمة قفك مسلم كي بمجرد مركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيع على قلو أمثلة أنقاضنا من التاريخ وحشاخ كان إيه وحي نكو دربها. المثال الأول وقصة طفيل بن عمر الدوسي سحابي قاسي له رنشري طفيل بن عمر الدوسي قبيلة ديسة وضيوة هاية من قبيايا هاية وحكمة بضن ايا اسكسو عمرتي قي دبيتنا وحو مكاكو صوب بيقمي وقتي
سياج إعلامي يكتشره عنا قبطين أنا لاهضو حقا وحق ميديا هي ستنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي كوكو ليستين من كيو قريشات إن أي دتك كنا دعيان إن إننا مسح الرولاء ما خطري وشوغو ولوبا هي قفكو إن أنا هذا الكم مقلين ما هي إن أنا راعين وإن أنا عتكي سكسو قارين. طفيل بن العمر الدوسي oo nin weyna oo odaya oo reer u talin jiray oo gabayaaya oo la yaqaana wuxuu leeyahay warkii sida ay ugu akhrinayeen waxay gaadhsiiyeen inuu dhagaha fura soo gashado. Cudbi intuu goostay inuu labada dhagood furayo uu isleeyahay bilaaba iska soo horbaxdaan yaad codkiisa maqli nimu uu tegaya ama uu socda ama caynkaase waa haddiiba kogsidenshe eebo si uuna hayru caadiya isugu soo horbaxdaan yaydan codkii inuu isku soo iyo codkiisa aad maqlin wuxuu leeyahy markii aan meeshii yimi haddana wuxuun baan rumaystay war nin weynoo caqli labaatee maxaa furtan dhagaha kaa geliyey nin weynoo waxa xun iyo waxa san kala garanaya nin weynoo gabayga iyo kahaanada iyo warka dadka kala saari karaya maxaa dhagaha kuu fureeyey furtaan iska tuuray buu yidhi dabeetana intaan u tegay baan ku yidhi buu yidhi bal waxaad adigu hayso ee dadka u sheegaysa ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam towxiidkii buu soo bandhigay wuu islaamay bimujarad inuu islaamay oo ah inuu fahmo islaamnimada iyo waxay xambaarsantahay oo ah inuu ashahaato ayuu wuxuu qaatay go-aanka mas-uuliyaddu saarantahay isaguna maanta laga bilaabo inuu diintan dadka ugu yeedho cilmiguu bartay waa intaa yar uu nebi maxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu nebiga ka codsaday ama ka warsadayba in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu alla u baryo tolkii buu ku noqonaya ayay in diinta tolkii aqbalaan tufayl ibn camr idawsi dib buu laabtay tolkii buu u tegay diintuu ugu yeedhay waa la hadlay meedhaad yar mooyan waa laga dhagaaday waa la maqli waayey markii la maqli waayey muus odhan dee wataa cidi kaa dhagaysan weyde adigu xilkiina gudatay waajibki iska riday cidina kaa dhagaysan weyday ee waa qof muslim oo sida hamiga diinta tan iyo inuu cid gaadhsiiyo aan ku qanacsanayn mujarad in la diidayo qura isagoo cabanayuu nebiga kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow reer dows gaalnimadii waa ku madax adaygeen iyo ay wadeen imaqli waaye ilaahay u barina ilaahay bale kusoo dejiyo habaar dadka diiday inay wax islaam dhagaystaan habaar xadiidka bukhaari siduu sheegaya saxiixiinkaba ku yaala bukhaari iyo muslima nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma ahdi dawsan waati bihim halkii laga sugayay inuu habaaro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilow reer dawse oo hanuuni iyagoo muslimana ay yimaadaan waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku noqday isagoo weli dareenkii qaba oo dacwadiisii wada culamaai taariikh waxay yidhahdeen toddobaataneeyo siddeetaneeyo qoys isagoo wata ayuu markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo soo wada islaamay rag uu wato yaa ka mid ah diinta alla inagu anfacayba kuwiina soo gaadhsiiyey abaa hurayre soo ma maqashaan abaa hurayra waa min qabiilati dows waa dawsi abaa ka mid a ragguu keensaday tufayl bin camar dawsi dadkuu diinta gaadhsiiyey bimujarad inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu wuxuu xambaaray hamigaa inuu diintan qaado oo uu cid kalen gaadhsiiyo su-aasha isweydiinta le waxa weyaan inagu imisaynu diinta ku jirnay imisaynu se gaadhsiinay intaad muslim ahay intaynu diinta tan haysanay intaynu hamiga kan xambaarnay intaynu dad diin ugu yeedhnoo gaadhsiinay saxiixeynka waxaa ku soo arooray qisatu abi dhar alghifaariy saxaabigii la odhan jiray laba xadiis oo midna bukhaari iyo muslimba wada warinayaan oo ibn cabaas leeyay midna muslim keligii warinayo oo bacdi nuqaad ikhtilaafuu ka jiro jamcintoodana aanay fududayn si kastaba ha ahaatee haddaynu intaynu inagu uga dan leenay soo qaadanay xaynka ku yaalla bukhaari iyo muslimba abi dhar alghifaari nin xaq raadinayuu ahaa akhiiran wuxuu yimi magaaladii maka ahayd
isagoo fiidanayso isagoo u malaynayo sheeganayo inuu yahay rubcuulislaam fii wakti isagu fii xuduudi cilmi bay culammadu ku fasiraan inuu ahayd, laakiin dad kaloo yana sheeganayaa jira, waayo waxay ahayd cahdi dadka muslimiinta ahay la cadaadinayo oo wax waliba ay qarsoon yihiin oo dadka u yimaada nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu islaamnimada u laqino u yidhaahdo tolkaa iskaga noqo oo markaad maqashaan inaan guulaystay ii kaalaya. Abidar wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubcuulislaama buu leeyahay, islaamkaba kii afreeya saddex uniga horeysaba. Abidar alghifariy magaalada maka buu soo galay, maka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay, qof islaam sheegan kara aanu jirin oo cidi ku dhawaaqaynin, magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusa. Riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan cidna waxmaan weydiin buu leeyahay, dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yidhi, mid dadka ka mid aansiri buu yidhi kaasi waa iska daciif, waxna ma oge, kaa haddaad iska weydiiso tidhaahdo waa ninka saabiga ah, ninka diinta cusub sheegaya, xaguu joogaa, malaa waa iska kaxil qarinaya. Midaan yaro daciifsaday buu yidhi, markii dambe kuu yidhi buu yidhi ka saabiga Maxamed xaguu joogaa, waaba igu qayliyey buu yidhi, kiina kor buu qayliyey, hada saabi hada bal kan diintii ka baxay ee caynka waaba lagu soo xuma waa la tumay, bimujarad inuu cid weydiiyey xaguga laga helayaa ayaa lagu tumay. Sidii loo garaacayay buu Cabbaas soo gaadhay, dabeetana wuxuu ku yidhi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan, war ninkani waa nin khifaara, khifaar waa qabiilooyinkii dhaca iyo bocaan baxay, isla markaasi waa nin qabiilkiisa ay yaaliin waddada ay qurayshi safaradooda mariyaan, safarka Shaam marka lagu socdo waddada la maro qabiilkiisa degan, quraysh mantaqi ay fahmaysay buu Cabbaas kula hadlo ah, hadda kamaydan maarmin buu leeyahay Shaam inaa u safartaan, ninkaa tumaysaana waa nin bani khifaara, markaasaa layga foqay buu yidhi oo gacanta layga qaada. Riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaanta saxiixaynku waxay sheegaysaa meesha isagoo iska fadhiya inuu soo maray Cali ibn Abi Talib oo nin yari uu arkay ninkan qariibkii meesha iska fadhiya iska qariibnimadu ka muuqato, markaas ku yidhi mala maad inakeen waa iska dabagalay, maana wada hadal buu yidhi, gurigii buu geeyey, habeenkii buu marti sooray, subaxii buu alaabtiisi iyo wixii qarbadkii yaraay intii uu biyaha ku sitayay wixiisi buu iskala soo noqday. Abidar maga wuxuu kusoo noqday makadiisii beytkii meeshii anigasabkii dambu, haddana Cali soo maray ninkii oo war weli miyaad helin buu yidhi ciddii aad daydaysay inakeen waa kaxeeyey, habeenkii labaadna waa casuumay waa soo noqday, habeen saddexaadkiiba haddana ninkii arko cidlada iska fadhiya Cala haddana casuumay. Markii dambe wuxuu ku yidhi miyaad cid aad u helisiyo waxba toona helino, waxaan rabo aan ku weydiinayay ballanqaad buu yidhi inaad qarinayso, waa kuu qarinayaa buu yidhi, waxaan doonayaa buu yidhi ninka diinta cusub la yimi iyo caynkaasiya, soo dabagal buu yidhi halkaan ku socda weeyaane, waxaan ka shakiya haddaad arka buu ku yidhi. Riwaayadka qaarkood waxay leeyihin wuxuu yidhi sidii nin biyo qubayaan iska dhigayaa, markaa faham meeshu waa minaysantaha isku imani. Riwaayadka qaarkoodna wuxuu odhanayaa kabahaan hagaajisanaya haddaad aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya, waa ma hagaagsane saa ogow sidii baan ku dabagalay buu yidhi. Waa laba nin oo isdaba socda oo wada socda oo qarsoodigu uu gaadhsiisan yahay inaanu sheegan karin meeshay ku wada socdaan, kadibna astaantii iyo waxbuu tusay sidii buu ugu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam, su-aalihii waday weydiiyey. Xadiidka waa soo koobayna maxalu shaahidka inuu socona, maxalu shaahidka wax weeyaan wuu islaamay, markuu islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guulaystay unana u yimaadaan, waayo nima qariiba oo aan u dhalan magaalada caynkana dacwada culays buu kuyo cidima ilaalin karayso, wuxuu ihi waan noqonayaa laakiin wuxuu dareensayay dacwadan mas-uuliyaddeeda inuu la asrakhanna biha waa ku dhawaaqi doonaa buu yidhi, quraysh dhexdeedaan kaga sii dhawaaqi doonaa. Dib buu soo laabtay, dabeetana intuu makaysi dhex taago ashhadu an laa, meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayay ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahada kala, dabeetana waa lagu boobay dagaalkii. Cabbaasba haddana kusoo baxay, waa arrinkan aad tumaysa waa nin reer khafaari miyaydan garan waka, waa laga tegay, tegi maayo buu dhe laasrakhanna biha waa ku dhawaaqaya. Maalin saddexaad dibu haddana
kaga dhex dhawaaqay sidii oo kale loo tumo haddana cabaasi baa loo bixiyay uu ka tegay. يعني بمجرد انه اسلامي ايوح الدريمي دعوه المسؤوليه دي كسارنت ولو لو ديليا ما نفتي سدي بكسو غاديس اما مشكله دي كسو غاديسو اي رخيص لطي وهو اركيا امانه على عاتقه ان ايتهي انه دد كان كلمه التوحيد او يارو مهما كانت الظروف اما هل دي اما هل دايو اما وحي لا دوره لا سميه انتو دعوه غارسين كرا ما دين غارسين كرا انه غارسيو waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinaya baaro diinta tan inuu dadka u sheego. Haddaynu qiso saddexaad saxiixu muslimka ku taalla soo qaadano Damaad Alazdi, saxaabigaasi war badan baa soo gaadho sheegaya iclaamkii dee meesha lagu haystay ee dadka la khuukhiyey. Nebi Maxamed inuu nin waalan yahay oo jimaniya wuxuun galeen ama balaayo kaluun haleeshay oo qof derderan oo wuxuu yaro dhiman yihiin inuu yahay. Waxaan u imi buu yidhi kolleyba ma ka gaadhaye, bal ninkaa intaad raadisa waa intaasoo Ilaahay gacantaada ku caafimaad yahaye, waxbuu tuftufi jiraad bal waxoogaa ku akhridid. Qoladii fii zamani aljaahiliya jiban kariya waxaan ilaa weligeed ba waxbaa lagu tufi jiray, mid saxaya mid qaladaba. kaniisadaa ku tufto, muslimkaa ku tufo, qaar kalaa ku tufo, waa loo fooxiyaa. Waxaan sidhi buu yidhi bal waa intaasoo Ilaahay gacantaada ku caafimaad yahaye, aada waxoogaa ku tu waa soo raadiceeyo waanu imi buu yidhi. Waxaan ku yidhi buu yidhi niyo waxaan maqlay in xanuun ku hayo, dee waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufee, maxay kula tahay? Waa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. iclaamku markuu wax buunbuuniyo siduu bini aadamka u bedelo, ninkii dadba ugu caqli badnaa Ilaahayba basharka ka dhex doortay rasuul iyo nebi ahaa ummadan dhan loo soo diray ayaa iclaamku dadka wuxuu ka dhaadhicinaya inuu nin waalan yahay, inuu nin waalan yahay wuxuu dhiman yihiin. Kadib markaanu imi buu yidhi, waxaan idhi buu yidhi waxaan maqlay in dee xanuunku soo gaadhay, waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbati lxaaj ayuu akhriyey baa la yidhahdaa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. خطبة سو آخري. من يهدي الله فلا هادي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. خطبة سو نبي آخري عليه السلام برواياتها المختلفة. حادثة غاركوت حمد لله انتاس حادثة غاركوت وكير النيريان نسك صحيح مسلم كجابن يهي أمر دمي أمر قابي أدوك صادون تبب النصوص تيسجد الدوو. خطبة الحاج أي نبي آخري عليه الصلاة والسلام يهتنا حكو إذا أعيدها علي يقو علي مركسو يقو علي النبي عليه الصلاة والسلام مركسو كو إذا أعيدها علي يقو علي مرصد حد بو يقو علي وحدانو قبايا وان أركي وسحرالا وان مغلي وكاهي وان مغلي وكوان مغلي وركنا تشيغي ساين تامدنا وميكا لأنه والان هذا هذا الصدح قرت له هذا كو علي بو كدردري له مركو ورمرك وحوش يقن والا هذا تراه كو علي وحكا لو هذا أخري له هذا مرلبات هذا تراه كو علي وحكا لو شيغي له وحمو غطان كان إنه والان هاي النبي عليه الصلاة والسلام وكلام مغضى وحن وكهض ليا خطبة الحاج والتوحيد يا حمد لله يا استغفار يا تشهد وحكا ورمى يا اين تهي منطقي الدعوة الإسلامية هذا وحي ودتك ويا رينا بقى عليه الصلاة والسلام على كل ما يشهد صعدا وحويا نو إسلام ضمام كير ربين وحكوت فنبي عليه الصلاة والسلام و إسلام مركو إسلامي أيو حكويري كان عند بيعا كل قلي هشيس بك كل قلي waa islaamkan qaadanaya. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiska la galay buu wuxuu ku yidhi waa calaa qowmik, keligaa ma rabo dalkaana heshiis ugula gal. Waa ninka hadda islaamay ayaa laga rabaa dacwadda inuu xambaaro oo qabiilkiisii intuu u tago inuu isagu diin gaadhsiiyo. Ninka hadda islaamay ayaa la rabaa inuu xambaaro diinta tana u gaadhsiiyo tolkii, oo nabigu rabaa inuu heshiis hadda kula galo calayhi salaatu wasalaam. Markaasi wuxuu yidhi وعلى قومي نفتي دي تولكي با لبدا بوا كوغولا قليا تولكي نوو قارسي دينتي. يعني وحي هي الدعوة دا اسلامي قو في عهد الصحابة وفي جيل المسلمين تي كوات وحلم دا قرين لا الى الاسلام قفكو ينو اسلام نمضى قاطي او مسلم نغضي ايا وحي كفي الليد انو داعي هاي انو دين تصوغ قلي ايا وحي كفي الليد انو داعي هاي. kuwa aynan arkayninna qur-aankaasaasoo kale inooga sheegay
يعني الصحابة دي اللي أركيه بدانتو ده اللي يقاني إيجا كورا ما يحديث ده سوء أروري سي إيجا أغورا ما ابن عباس بين أغورا ما يبي درسدو إسلامي أما طفيل بن عمر الدوسي بقى الدعوين كيسية بريدو نبي قوحو ويديسان إيا حديث بخاري كورا ما يسها أما إن الضماد بقى وحا كورا ما يصحيح ومسلم يعني حديث ده إيجا ولا سوء نغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كني ينسب والله صدري حتى تشكي الرميي طريقة بوسنا مري شنكو هنا طريقة مرين يجا حديث صحابين أقول سوي سيما شرتو لكن رب السماوات والأرض ما كور رمي أنا كور رمي يعني باب كانوا ودين سيد رادد ما إله القرآن كوي حكولي وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله آيات كاسي في سورة الأحقاف قبل قبل كتيرة رب سبحانه وتعالى وحلي وإذ صرفنا إليك نفرا من واحد حسنا نبي محمد وضطك وغور انتها marka aanu xaggaaga u soo weecinay koox jinka kamida oo ay ku dhageysteen ba ilaahay leeyo quraanka ay dhageysteen markii ay quraanka maqleenna warbala amusa bay idhaahdeen amusa falama hadaruhu qalu ansitu fi'anu fahamna warku sheegaye markay amuseen ay dhageysteen quraankeena falama qudiya walla ila qawmihim munzirin ba ilaahay nabi maxamed markuu quraanka dhameeyay iyana ducaad bay hayaan waxay bilaabeen inay tolkood u yeedhaan baa la yidhi subxaanahu wa tacaala yaani qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya bimujarad inay qur-aan dhegaysteen oo islaameen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen inay dareemeen mas-uuliyadda in dacwadan iyagana saaran tahay inay xambaaraan markaaba oo cidda ka dambaysa cilmi intee laga bay barteen waxaa la sheeguun inay aamusay sidhahdeen qur-aan dhegaysteen intaasay barteen القرآن كيو نبي وآخرين يا عليه الصلاة والسلام أيه برتين كدبنا وين لابتين وحي الله لابتين ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كيو بيدا دين وحن صام غلا كتاب لسودة شيء موسى قداشي أو وحي موسى ودين الرومينية حقا ندتك كوهنونينية يا جدك توسن يا قومنا أجيبوا داعي الله تلك يوم مقلا إلهي سبحانه وتعالى كان دينتي سددك ويريا وآمنوا به يغفر لكم أهلنا الرمية سبحانه وتعالى يا رسول كيسبا إلهي بدن بقينا دافع عذاب كيدا كردو يعني وحن ادلي شنينا وننا نفهمنو هدينو إنسي صحابة دا فهمني صحابتي جنكا هيدنا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دينتك كده جيستنا إن مسؤولية ضاح حمبارين بمجرد إن القرآن كما قلين وحكى له شيخه نقلين يا أولي الدين العمل للدين ووظيفة العمر إن إسلام كو الشقين بارنو مالين يلا بماها وشقدي اللي نقبى هاي هاي انت ينو نو الله يوردن عمرك نوردن شقدي اللي ربعين ينفلينو ويا سيدا اوغيت ما اها وح وقت كو كوبان اما مكان كو كوبان بلا نيقن السيرة دي انبيادة قرآن كإلهي كغور رميو يكوي الراعي نبيادة لسعودي نبي النوح با إلهي وحينا غور رميو برنامج كي سيد دعوي كها يسيدو دتك ويري نبي نوح إلهي وحكى المام يا إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلهي وطلق يا مددك يا وحن ويري مالين يا هبين بقى شقضت أنا ما بروجرام كي يقوح وقتي قال قبنا يا هبين يا مالين بقى وقتي أن دعوة كفرستي مترين بوت المام يا نبي عين كاورنا واقي يا محي جوابته هيدا يولي ماده فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إله ويارد مضى يدينا فرنشوا بيوسي كرد سيبولي مركز طوان ويارد دينة إلهي إيا إلهي دم بدافين ويدستان با
dhagaha bay furaystaan oo farahay dhegta geliyaan oo ma rabaan inay maqlaan oo way iska kay duuduubaan oo waa isweyneeyaan oo kibraanood, yacni dheg laymar dhaadhiciya buu leeyahay. qofka biniaadamkaa inta badan hadduu la kulmo dhaga adayga intan leeg, waxaad moodaa inuu iska caajiso ama is idhaahdo dee adigu xujadii ku ogtay waa kuwa kaa dhaga adayga iyagay xilkooda tay. Laakiin waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya nebi nuux inaanu intaa ku joogine inuu asaaliibtana uu gegediyey waktigoo dhan ma ku isticmaalay, haddana wuxuu is yidhi malaa usluubkan hadduu socon waayey dis weye hadday kugu geli weyday adar way tilmaam ama ariiq kale eeg qaab kaloo aad dadka diinta ugu sheegto. uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum waasrartu lahum israara. nebi nuux wuxuu leeyahy ilaahayow kor baan ugu yeedhay oo hoos baan ugu yeedhay, waa la faqay, waa la shiray, waa u sheegay, kor baan calan ugu sheegay. si wal oo la sameeyaba asaaliib kasta oo wax loogu yeedhi karo waan isticmaalay. waxaana qur-aanku inoo tilmaamayaa inuu yeedhayay alfa caamin ilaa khamsiina sana, kun sannadood oo laga jaro 950 sannadood inuu dacwadaasi waday. qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi nuux markaa barnaamijkiisa dacweed habeen iyo maalin ba inuu ahaa, usluubku isticmaalayana inay ahayd wax kastoo possible ah. waxaa qur-aanku kaloo ka warramay mathalan ambiyadu inaanay fursad naba dacwadooda dhaafaynin. anu qofku ahayn markaan anigu jaaniska leeyahay ama markaan waktiga fiican haysto ama markaan badhaadhaysanay ama markaan caynkan ahay baan diinta sheegaya ma aha. waxaa qur-aanku ka warramaya nebiyo qariib oo tolkood ka fog, maxaabiis oo xabsi ku jira, la dulmiyey oo dulmi ku xidhan, oo haddana jaanis hadduu helo xabsigii uu ku noolaa u bedelay madraso ama meel diin lagu faafiyey dacwadeed. waa nebi maxbuus ah. laakiin aanis odhan adigu xabsi baad ku jirta ama maxbuus baad tahay ama xaggaad wax ka sheegi, ee isku dayaya isagoo xabsi ku jira jaaniska uu helay inuu ka faa'iidaysto. ilaahay nebi yuusuf uu ka warramaya waxaa la yidhi wadakhala macahu sijna fatayaan, laba wiil baa la galay xabsiga oo waxay ku yidhaahdeen qaala axaduhumaa inii araanii acsuru khamra, midba wuxuu yidhi anigu waxaan is arkay, yacni waxaan ku riyooday anigoo maya amase tuujinaya khamran khamri, anigoo casirayo oo cinab ka tuujinayo samaynayaan ku riyooday. kii kalena wuxuu ihi waqaala alaakharu inii araanii axmilu fawqa ra'si khubza, anna waxaan ku riyooday oo arkay anigoo dushayda kimis ama roodhi ama laxoox waxaad doontaba dhaho anigoo raashinkaa sida, oo ta'kulu tayr, oo ay shimbiruhu ka dul cunayaan baa ku riyooday. nabina bitawiili inaa naraaka min almuxsiniin, bal nooga warran fasirkeeda noo sheeg, waxaanu kala ku arkaynaa inaad nin ixsaan badan tahay, daacigu walow kaafirna ha noqdee waa nin muxsin oo cidda dal kasta u samafala. waayo waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo maxaabiis u samafalay, waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo boqorkii soo xidhay intuu riyooday cid riyada u fasirta waaye aan odhanin waa nagala tagolado adiga xabsiga nagu cid ku fasirta doondoone, isagoo xabsiga ku jira inta ladaba socda laleeyahay noo fasir riyada tan boqorkii baa u baahane. waa u arkaya inuu bulsho badbaadiyo oo muxuu ku badbaadinayaa brogram iqtisaadiya inuu dego khito iqtisaadiyo 15 sannadood ee soo socda, 7 sannadood oo abaari inay ku dhex jiraan bulshadii iyo waddankaasi siday uga badbaadi lahaayeen abaarta. waa bulshiyo waddan ayaa ah, waa bulshiyo waddan gaala ah, maaha dad muslimiina khitadan umu degeen, dad gaaleed buu badbaadinayay. waxay tilmaamaysaa ninka daaciga inuu muxsin yahay. walidaalik ayaa waxay dhaheen nebi yuusufo waxaanu arkaynaa inaad nin muxsin oo ixsaan badan tahay ee noo sheeg. fursaddaasu ka faa'iidaystay muu bilaabin inuu fasirkii sheego, ee wuxuu bilaabay kow horta inuu xasiliyo qalbigooda xasiliyo ah halkii fasirkaa ka helaysaan waa joogtaan horta maydan khaldamine, meeshii wax laydinku sheegi lahaa waa timaadeen. qaala laa yatakumaa طacaam turzaqaani ilaa naba'tukuma bitawiilihi qabla an yaatiyakuma dhalikuma mima callamanii rabbi inii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billaah wa hum bilaakhirati hum kaafiruun. waa
راشن الدين ما إيمانا يلا يدكو أرزاق يا أبو ليلا يتأويل كي سوار دين شيخ يتانو دين إيمانين أرنك ما هننا وارمه ربك إبراي أنو قنا وحانك إيمي بولا يدول أن الله الرومين إنين آخرين كالقالو بي وان كتك كوا دين تو دبولي وحب الله بي مركا دعوة أفرصة دينو كفايدستو واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وحلي أنو وحكا ترسان يقويس إلهي دين تيسان وحكوا ترسان نبي يعقوب إسحاق إبراهيم ما كان لنا نعبد ما النوع أنت تبو لي نشرك بالله شيء إنه إلهي عندنا بو شريقي يلا ضد مؤمنين وعين كاسان إنك استوضتك أنت بدنك قالوا وركا مركو وضي أيها الدنا وحب الأبين ويقال الله يا صاحبي السجن وارلبضاً حبسك أو صاحبك أهو دقيس تبولي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار وارم الرب يدى اتراض بضنبا في عن مسينا عابدان إليها كلها دعوة دي سبوب الهواء يقول ريا يفسر كيدا الدوني ووشيغي ريا دا يفسر كيدا حيو لكن كان سكاير بك فايدة سنة يا أه إنو مسي تشيسي سنة ديبتو دعوة دي سينو ديبتو أولي مركاسي أنوغو ورما الربية بضم بفي عن العابده مسي إلهي كلي ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنتم بها من سلطان وحب الابينو تلمامو تفنيدو نقديو كريتسايس غريو آلي هدن عابده يعني يوحنا يهستان يوحنا يعني وحقاهين ما وحا عابده سانبولي وحكا لما عابده سان الله أيو مقعية ونايدو كنتا بحسين إلهي كدكتين وان إلها هين وحان سلطان لهين وحب الابين الشرح التوحيدك إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مركو محاضرة دن وصدح آيادو دو قرآن إلهين وقلت الماما التوحيدك كور رميسا وماشي وبدلي بمدرسة توحيدك لغو شرحه أي وحب الابين تأكدب إنو وركو دي سيئو وأهيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب مركز أبرا بينه فسره محان دليلك محل شاهدك ينوصع نوامه وحويان قفا عيقا هنا وقت قارا هين وظيفة العمر هنا يدعوته قفك مسلمك ايني تشانسو هلو وقت كستو فرصت هلو إن لقرر بينه داعي نغضو دينتي سددك قارسي حتى هدو محبوس يهي أو غربة كنول يهي أو قريب يهي أو الله حبسيه أو الله الظلمي أو الله عدادي وحاصر ديبه وكتشره هدنا قفك مؤمن كين ولي هايستو صاحة الدين تي سددك كقارسين كارو قفك حرطة هامر كام حادو مالينس اما وقتك هايستي اما برشادة لكل ميي بل قرآن كوحينوات الماما يا وظيفة العمر سيدا يؤتهي نبيو ينوغا ورمي آخر اللحظة مركي نولاشا كبحيين باي كدمانيسي دعوة فافيني إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحوكا ورمي يا نبي يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وحيليهين يعني نبي يعقوب باو إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى ميا حاضرتين وشوكتين ما مرخطاها إذن هو صو حاضرتين مركي النبي يعقوب قيرده يكو صورتي إذ حضر يعقوب الموت قيرده مركي أتمي نبي يعقوب يدو قيرده هيسطه و دردار ميا لكن محوك دردار ميا دعوة يدين بوك دردار ميا حولها أبا يا المركان انت السيدون رون يا خيرها السيدون لون نغم يا هالكير ريرك اللي دي وحاك ما دردار ميا وحوك دردار ميا ما تعبدون من بعدي ورانيك قدا شي محيدين عابودي هالكا الدين تي ديك دونتان دبتنا وحي لي المركاسي نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون أبا وحن عابد دونا الله سبحانه وتعالى اللي هو عابد شرين أبا ياشا إبراهيم نبي إسماعيل نبي إسحاق وحكا لو أنه سمعين إن أنا ما شرته إستقى أنه مسلمين وأهاننا إذن وآخر لحظة في حياتي أي النبي كان وحو تجابين إياه إنه مسؤولية دي درامه أهيدين دعوة تاني مسؤولية كسارانت إنه داتك قارسيه وحقيقيه
ilmihiisu waxay samayn doonaan isaga geeridiisa dabadeed. Idan waxaa la inoo tilmaamay nebi habeen iyo maalinba dacwo wada, asluub kasto ama qaab kasto oo wax loogu yeedhana ku yeedhaya, 900 sannadoodna waday. Waxaa laynoo tilmaamay nebi xabsi ku jira oo qurbo ku nool, waddankiisii waddan aan ahayn jooga, oo la dulmiyey, oo lawcatil qurba iyo xabsi iyo dulmi iyo waxaasoo dhibi haystaan, oo haddana jaanis yar markuu helo dacwadiisii wata oo tawxiidka dadka ugu yeedhaya. Waxaa laynoo tilmaamaya nebi naftu kasii baxayso oo damaya oo ka dardaarmaya dacwo iyo diintii waxa laga yeelayo. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo noloshiisoo dhammi dacwad ahayd, oo isna xataa markay naftu kasii baxaysay shantiisii maalmood ee ugu dambaysay, mise xadiis baa laga soo wariya, isagoo jiifa oo sakaraada oo xanuunsanaya oo xumadoonaya oo le ilaahay rasuulkiisii xumad xoog bay kuu haysaa, laleeyahy uleeyahay laba idinka idinka mid siday u xumadoonaysaa baan u xumadoonaya, oo laleeyahay waa ajarka badan aad heli doonto sidaa u xumadoonaya, ayaa haddana wuxuu ka waramayay war xabaashayd ha ka dhiganina meel a ku cibaadaysa ama ciid ha ka dhiganina. Wuxuu ka waramayay ahlu kitaabku ambiyadood iyo xabaalihii iyo wixii bay ka dhigeen meelaha ilaahay khayrkii lagu caabuday inaan lagu caabudin ama la dhisin ama, wuxuu ka waramayay fii aakhiri laxdaat baa la yidhahay nebigu maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu dambeeyey markuu geeriyoonayay intuu iska fayday marada, yuu eegay saxaabadiisii iyo tukanaysa oo abibakar tukinayo salaada ku jira, aakhir kalimaad uu kusii waramayay waxa ahayd isagoo dardaarmayo leh assalaah assalaah wamaa malakat aymaanukum, isagoo dardaarmayo leh allah allah assalaah assalaah wamaa malakat aymaanukum, dadka ugu yeedhaya alle subxaana wa tacaala, ugu yeedhaya inay salaada ilaaliyaan, ugu yeedhaya inay xaqa dhowraan dadka addoomaha iyo wixii gacantooda ku jira. qur-aanka baa inooga waramayay in ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyadan siduu u dareemayo uu ugu warwarayo ilaahay uu kula talinayo inaanu naftiisa halaagin. falacalaka baaqicu nafsaka cala aathaari min lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa, ilaahay baa subxaana wa tacaala looga qalbi qaboojinaya inaanu naftiisa ku halaagin warwar uu warwaraya diintan daraaddeed. isagoo iska kooban waxaan kusoo koobayaa ikhwati fi alcaqiida, mas-uuliyada diintan in dadka loogu yeedho waxay saaran tahay qof kasta oo muslima, qof kastana waxay u saaran tahay calaa xasabi taaqatihi wa qudratihi. qur-aanka ilaahay wuxuu inooga waramayaa cid adiga kaa taag daran oo laakiin mas-uuliyada tan xambaartay, ilaahay qur-aanka wuxuu inooga waramayaa shimbir shimbiraha ka mid oo mas-uuliyadan xambaaray inuu dacwada diinta gaadhsiiyo u xidhxidhan. qur-aanku wuxuu ka waramaya shimbir yaroo la yidhaha maxay hudhud, soomaaliga waxaa la yidhaha guuguule, shimbirka yare guuguula la yidhaha, guugula la yidhaha dhoorka yar leh ee meelahaasi jooga, guuguule ayaa qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa intuu safray oo duulay inuu carriga ilaahay soo indhe indheeyey oo dabeetana soo arkay duul dawlada oo boqortooyo leh oo wax walba haysta oo nicmaysan oon haddana ilaahay caabudaynin oo ilaahay khayrkii u sujuudaya, dabeetana u safray inuu nebi u tago uga waramo duulkan iyo waxa ay samaynayaan si uu nebigu dacwadda u gaadhsiiyo. waa shimbir laakiin xambaaraya mas-uuliyadda ah inuu diinta tan u adeego. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu kaga waramaya shimbirkaasoo warkii intuu soo ururiyey uu nabiyullaahi suleymaan ciidankiisii intuu ururiyey uu waayayo uu hanjabayo oo dabeetana uu yidhi waa ciqaabaya haddaanu war saxa keenin ama wax keenin, oo intuu soo noqday nebiga hortaagan oo le axadtu bimaa lam tuxit bihi cilma, waxaanad koobin baan koobay, axadtu bimaa lam tuxit bihi, war aanad soo koobin baan soo koobay buu leeyay, war khabar baan hayaa. khabarku haya waa maxay? waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin, saba baan ka imi buu yidhi, dhulka yaman la yidhaahdo ayaan ka soo duulay, waa falastiin buu ka duulay, yamanna wuu tegey, waxna waa indhaindhaynayay, yaman baan ka soo duulay buu leeyay. yamanna waxaan uga soo duulay waa maxay? waxaan ku soo arkay innii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay walahaa carshun cadiim, waxaan soo arkay buu yidhi gabadh dadkaba boqorad u ahanata oo wax walba lala siiyo nicmaysan.
إنه قبر بقرضة صار كوا حيسته ما هي المشكلة ما هي تدبت كشرته واطل. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وعصاها ليبول يدول كاسي وعكسه قاد يد يقوم كذا بقى وعد عيده السجود إياه إلهي سكدي سبحانه وتعالى أو شيطان وحاوقر قرحي دول هنون صنحين. طب أنا خطاب استنكاري يا أهرت أسدو الديدن يهيب النبي سليمان الشيغية لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن هدود دريمي هدهد قوقولي هدود دريمي انحل سارن يهي أهدو مشركين سواء أركو يعيدان إلهي غيرك يا عابد إيسا إنو كوة وحو الشيغي كراو وطقو إذا ذاك علي كوة محلو الشيغي حل كاسود دريمي هدهدك انحل سارن يهي او كسارن يكون اله غيرك عابديا انو كسارن يهي انو ددك كان توحيدك غارسيو انو على الاقل دوركيسا غوتا انو اتقو عيدي غارسين لهي ددك كان توحيدك ما ادغو الهي وحانو خوغي عقل يا وود يا رغانيمو كسيو بنادم كا دغاي بان دور كولهين الدين دد غارسيس شمبر با دور له ادو حقا جوقتا اذا وا مسؤوليه عيد والبابين لنا ومسؤولية قف كستبا لوغا بهيين وقاضه قراك برايا مقالي رصدح رسول الله صادري وهدنا ننك ليسنا حلكا إسا صارا وقاضي وميل صدح رسول شوكته ما هم المرن قراك إلهي وحين قلت المامي سبحانه وتعالى واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إلهي وحليه سبحانه وتعالى دادك وحادو شاكتا وعدت تصالها كان قولا دي مقالة دقنيت الرسوش أيوتي مبا إلهي إذ أرسلنا إليهم اثنين وحادو شاكتا بالا إلهي سبحانه وتعالى مركا نصد الرأي لبا علماء دابد بحيكو فسران إنو النبي عيسى وصادري لكن ما دام عيسى كالصعدان اللي عبريين يين عيسى ندى إلهي بكو صعداي وركي سيدان وركي الله وننوي هدي ظاهر كذا الوحديد يا مجرى. على كل حال هدو عيسى صادرين وعيد مهمة قاضي كرتو الله وطلق لينا قاطه لبع الله صادر ومركا سالة بيني من صدح حبا لقد بكينا هدنا فعززناهم بثالث صدح رسول مقالا يتشوكتو وضطك ندى فرستين الله يسهيا أي إلهي قرآن كوحك ورمي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مقالة هلك وفق نمبا كيمي دق دق يبا ليري نينك كان سقى الرسولي صفات كالله بسين قول دي هورا الرسول بيهاي أما من أكيم هذا نبي عيسى أما الله بها صدره رسول بيهاي أما كان وحليلي وجاء من أقصى المدينة رجل وان إلا نكري مقالة هالك وفق نبا كيمي بالير او دك دك سن ننكن دك دك يا محوضة وحوضة يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وارتلك يا أبولي راع رسوش الله يدين صادري وراع كوهنون سن وان وحد أدوننا يدين كدونين قفق هدو الله صفة ووضا وطه inaanu hanuunsan yahay isagu marka hore mar labaadna si wax private-kiisa ama wax shakhsi ama wax isagu doonaya aanay jirin oo uu ka helayaaba ee ilaahay dartii inuu kugu yeedhayo daawadu ilaahay dartii markay tahay bay wax dadka gala tahay walidaalik baa rasuul kasta ilaahay wuxuu lahaa iclaanka a qaado slooganka ah maa asalukum calayhi min ajri baa nebi walba la yidhi waxaad ku tidhaha dadka waa anigu waxba idinkama rabo way haday dadku isiraahdaan qofkan dambaa ugu jirta waxaa laga yaabaa inay tuhmaad badan ka keenaan laakiin haddaa damba ka lahayn dadka kan waxay arkayaan waxaad naseexa inay tahay inii lakum naasixun amiin adaatay idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala ninka kani isma odhanin war meesha saddex rasuul baa jooga adiga shaqadaad ku leeday waa maxay tuulada saddex rasuul baa taagan meel saddex rasuul joogto adiga waa maxay shaqadaa lagaa rabaa mu odhanin ilaahay wuxuu tilmaamayaa isagoo saddex rasuul joogaan inuu isna shaqada dhinaciisa ka wada uu leeyahay war hala raaco rusushatan hala raaco
رسوشة معناها هذا وحيت المامسة مركة. أيها الإخوة قف كست مسلمة إنو سارا يحل إنو دين تدتك جارسية إنو سارا يحل سلام نمضى إنو مسؤول كي إنو سارا يحل إنو الضريمه إنو السفير يهي متلية رسولك نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو الضريمه نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو السحابة دي سكولة بلغوا عني ولو آية إنو تلمامي رب مبلغ أوعى من صامع لا أركيه إن مدل قارسية وكويلين بطه كيوح مغليبة حلقية ومدى تدقونو يردو تريور لا إله إلا الله اسكردو أشهدو عين كنا إن إلا هيدات كباقو أنفعو يساو الداعيقة كما ضمب يستاو النوضة وحو يردو دانا شركو دا إن شاء الله نواد لغضي لكن هذا إلا هيو حكو هليشي إن تساقون توحيدك أولاق انتو الدين تسوق لسو إذا قفك مسلم كا هذا يدتك مسلمين تايمانت بليون يبرد كامل بدل بليون الددوة دوري دن كرخ صارني هذا مسؤولية دا دريمي لهايين عالم كنتين وكاكسوه ين لهاين ينو السلامة مسؤولية دا جيل الصحابة يدرين صرايين انت إسلامان مانتا إنا ينقون ين يقول دعاة وتلقو من يلا بي صدح بان دينت المهم لكن صحابة دا دينو كورنو مركو حتى النبي مدينتك صحابة دي هوري مدينة مية دعوة السيوفة فيهن هدان كورنو سعد بن عبادة مركو سلاح غير بن عبد الله شال محوكو لها واحدة بابا عنو ما يهدى دان السلامين تلك يودا ما انتو صوي السلامي تلك يودا نوحو كربعين السلامان هدان كورنو تاريخ الصحابة يعني والبا مركو السلامين مدى صوق لي ايو همي كان سيدو حنباري اما اوقا هذي دادك كان هم جاينا الدين تدتك الجارسية بكوينا أبي بكرين تو إسلامي والنبي عليه الصلاة والسلام سوى قف قف ويري وقو يري دتك وقو هر يري ودين تو الشاغي أو إسلامي أيو النغضي عشرة المبشرين لحكم دا يساقا كينا لينا آخر في وزن أبي بكر بيكو بيري عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان زبير بن العوام طلحة أبو عبيدة بن الجن يعني لحنين او كم دبالي عشرة المبشرين ابو بكر باكيني وقفك هدو مسؤولية دا الدريمو قور مكيني يا شلا الدين تا الله شاقي قرآن باوح يربا كسود دا قوم مكان لتشوغا وما المي وقور ريسي لكن بمجرد انو وح فهمي ايو قاضي دعوة قفك بمجرد انو اشهاتو لا اله الا الله محمد رسول الله يلاهدو ايا حيلك انا كفولي وحوبة هيا مركا قفك استقوم مسلمة نات حلكا قاط قفنا إنانو إسي رئيسانين نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وارنب قفو الباء انت سارا انت أود لسيه إنا سارنته وارنب علماء دا حل ديراد ينسي ساري تتك أهل علمك النبي محمد الله حلي عليه السلام إن حل ديراد سي ساري يؤدتك إن دين تأو الشرحان وفامسيا إن حل ديراد سي ساري يؤد علمك إن يدتك بران إن حل ديراد سي ساري يؤد إن يدتك أفت ودان إن حل ديراد ساري وارب لكن كان معنى هدو ماها إن دتك عامد مسلمين تأبضان حلكو كدعي قف والأو مسلم أبو حل با سارا إنو عدك للدين تقارسيو حل با كا سارا انتاد قرانيسو إن أنا دقون لقى مرة بيرد كسر الجواب توه حلقة ربا توحيد كينا دتك ويرد وحلقة ربا دتك وين آخر شرتين دو ويرد وحلقة ربا دتك وين الجنة النار شوكت شرتين دو شكته وحلقة ربا دتك وين إلهي رسوله سر عارنا دو ويرد وحلقة ربا بيسكس كي إسلامي جها ده بده إسلامي صلب بيلادي قف كستو مسلمين أو يقانو إن إنه تهدتك ووضع يرد سولي ده هدينا حمبارنا وحنسلاي وحول بوي فضودان دونا ذلك كلمة دا وحنكو سوكوبة يا مركز ومسؤولية كحرا إنينو الشهاداني مردينو الشهادانينا آخر ولينا ويديني إما لنا إنينو قطة ما علينا إنينو قطة إلهي نوحا كبر يا سبحانه وتعالى كو حنباري سيطة وحنباري إنينا غيي
إنه كوا هادين مهدي كوا يرى هنونسن قعنتودنا إلى هيدتك دتك كوا هنونيو إنه ينغياله إنه نفض أيديه حلك قادستيسي. والله أعلم بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.